اليوم محاولة من اسكيلانتي ارجنتيني وكرة عرضية داخل منطقة الراس فان هيبار 5 دقائق في برنابيو عرضية في منتهى الروعة وراسية جميلة في شباك كيلور ناماز ايبار بدأ المشوار فران ريكو في منتهى الروعة راسيته في اللقطة الماضية غفلة دفاعية يا كريستيانو حذاري من هذا الإيبار لا يكون مزعج لكم هذا اليوم كم هي بداية مشوقة لإيبار هفوة من المدافعين لوحده تسجيله ل5 أهداف محاولة من جهة اليسار لكريستيانو رونالدو يصل عن جهة اليسرى رونالدو محاولة مرور رونالدو اعتبر كريستيانو بعرضية أجمل ارتقاء وأجمل رأسية وأجمل عودة وهدف مدريدي في الدقيقة 17 كريستيانو عدى البي بي سي عادوا للعمل مرة أخرى بيل بالرأس